طيب بما انه احنا نتكلم عن النوم والنوم جدا مفيد والنوم اصلا هو اللي يسبب الارهاق وهو يسبب الصحه النفسيه ياثر عليها، واكوايا مواضيع انا قريتها يتكلم عن قله النوم تسبب التشتت والقلق وقلق الانتباه وممكن حتى انها تاذي القلب وبعض الحالات تسبب بأزمة قلبية، حتى المزاج يتأثر بشكل كبير لما يتعلق بقلة النوم. علشان كده احنا عندنا طلب واضح ومحدد، أي ألا وهي ان حضرتك هتقدم لنا ضيفتنا اللي هتجاوب لنا على كل أسئلتنا اللي مرتبطة بموضوع النوم. دكتورة منال موجودة ويانا اليوم، اختصاصية المخ والأعصاب، الليلة في استوديو معا في رمضان. يا أهلا وسهلا بيك ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم، ظراف كتير ما شاء الله عليكم وبالسادة المشاهدين. وأنا بس عايز أقول حاجة، إن شاء الله كل عام سلامة حضرتك، مليون سلامة. دي إصابة عارف كنت بتلعبي كورة وأنا دي شكلها إصابة كورة. لا هي أنا بضل بقول للناس إنه watch your step، أنت وماشي. بس أنا يوميتها للحقيقة كنت ماسكة الموبايل وماشي وقمت فعلا وقعت حقيقة. هذا يعني هذا اللي ما يطبق نصيحة. بس إحنا سؤالنا عليها حلقات هالقصة. إحنا نريد نعرف إذا اليوم راح تطبقين النصيحة مع النوم، لأنه احنا بدنا نتناقش وسمعتي النقاش انه النوم له تاثير كبير. هل فعلا ياثر على القلب؟ الدراسات اللي قريتها وكم قله النوم يعني معناتها مثلا 4 ساعات النوم يسبب مشاكل بالقلب ولا التوتر؟ قولي لنا اكثر عن هذا الموضوع. الحقيقه انه اللي قلتوه كله صح واكثر من ذلك. ليش؟ لانه الدماغ اثناء الصحيان انا بشبهه بوزاره الخارجيه، يعني وزارة خارجية بالنهار لازم في علاقات مع الأشخاص مع الأشياء الأكل في حركة. فالدماغ مشغول طول الوقت بتنظيم حركتي أنا مع العالم الخارجي، قصدي بمدخلات ومخرجات. أثناء النوم الدماغ ما بينام، عنده مهمة أخطر بكتير اللي هي وزارة الداخلية. حلوة حبيت حقا أنا عم بعطيك مثال حقيقي. الدماغ إذا ما نام، إذا ما نحن نمنا بالليل مشان نتركه يشتغل، يعني هو مش بينام، الدماغ مش بينام ابدا، عنده شغل اكثر تعقيدا اثناء من نحن بننام. اللي هو ايه؟ نحن الدماغ. الدماغ مش بينام، احنا اللي بننام. فمنخفف عنه عبء العلاقات الخارجيه وبنتركه يدير باله على الجسم. فهمت علي؟ يعني النقطه كثير يعني خطيره، هو بيعيد ترتيب كل حاجة، كل شيء أثناء ما احنا نايمين. طبعا فهمت كيف الفكرة؟ ولذلك الدماغ أصلا نحن لما بنعمل تخطيط الدماغ الكهربائي أثناء النوم نحن بنشوف نشاط كهربائي أعلى ومعقد وفي مراحل. يعني طول الصحيان نحن عندنا نمط تقريبا متقارب من النظام الكهربائي بالدماغ. لما بيروح بننام تخطيط النوم هو فيه عدة مراحل ومراحل معقدة وكتير، يعني كل مرحلة بيأثر. نحن بنعرف إنه الجسم وعضلاته وحركات العين وضربات القلب والتنفس تتبدل مع المراحل تبع النوم. طب يا دكتور طب يا دكتور أنا آسف، اتفضل يا ميس. لا لا اتفضل. طب في الشهر الفضيل بقى في رمضان إيه الأحسن الممارسات علشان نضمن إن إحنا يعني ننام كويس؟ هلأ هي أحسن الممارسات إن نقتنع نحن كبشر إنه لازم ننام لو 3-4 ساعات بسواد الليل. يعني القناعة أنه لازم نضل صحيانة لعند صلاة الفجر هي المشكلة، لابد من أن ننام شوي بسواد الليل. لأنه برضه الدماغ كإدارته للجسم مرتبط بالهرمونات الصحيان من النوم. يعني نحن هرمون الصحيان هو اللي بيعطينا طاقة وحركية، نفس الشيء هرمون النوم هو اللي بيهدئ الجسم حتى الدماغ ياخذ راحته ينظم أعماله. نفس يعني عرفت كيف؟ نحن عندنا هرمونين متداخلين، واحد بمنتصف الليل ببلش يقل والثاني بالعكس بمنتصف الليل ببلش يطلع. اللي هو اسمه ايه؟ السيروتونين. واحد لا لا الميلاتونين، نعم. الثاني كورتيزون الستيرويدات. تفرز من الغده فوق الكليه وبتضل بتعلى بتعلى بتعلى، هي يعني اعلى مدى لها الساعه 1-2-3-4 الظهر. اذا بنحللها الساعه 7 المساء لاقيها بلشت تنزل. فنحن مرتبطين حقيقة بدورة الطبيعة، يعني نحن ما عم نحكي على شيء هوائي فراغي، حقا مرتبط. هلا أنا أعجبت كثير بالفكرة اللي أنتم تفضلتوا فيها أنه كسر الروتين، صح حلو كسر الروتين، بس شهر كامل هو طويل، والناس اللي عندهم تحمل يعني كانت أمورهم ماشي حالة بيجي برمضان بصير معهم انكسار لهذه المعاوضة. صح. في ناس اجسادهم جيناتهم دماغهم اكثر مرونه بيتحمل. في ناس بتنكسر المعوضه بهذا الشهر الفضيل.
يعني عرفت كيف الفكرة؟ طب دكتور أنا عندي فضول مسألة مختلفة من أي. ناس لناس أي. عندي فضول وانت إذا تتكلمين ذكرت دراسة قريتها مؤخرا ويمكن هي دراسة قديمة الله أعلم. يقول لك اللي نام مثلا نفترض أنه نام نوم عميق ومرتاح صحة نفترض الفجر صلى الفجر هذه ماذا أتكلم عن رمضان أتكلم عن الأيام العادية بعد ما صحة for 15 minutes 15 دقيقة رجع نام يقول لك عقلي لحسب الدراسة عقل الإنسان يكنسل كل النوم اللي صار من قبل وياخذ المدة من بعد ما رجع نام بعد الصحيان أنه هذه هي الساعة أنه جسمه فقط نام ساعة ولهذا السبب يقوم مرهق وتعبان ويحس نفسه أنه ما نام بالمرة هل هذه الدراسة صحيحة؟ وإذا صحيحة للناس اللي خلال شهر رمضان اللي تأخذ قيلولة خلال اليوم وتقوم جدا مرهقة وتعبانة هل هذا له تأثير والدراسة صحيحة ولا تسمث؟ لا شوفي حقلك شغلة أصلا هاي الدراسات هي كلها نسب مئوية يعني لا يوجد بالمطلق أبدا 100% خاصة بما يتعلق بالنوم بس لأجاوبك على هالدراسة لأنه كتير سؤال مهم القصة أنه إذا صحيت أنا الصبح الأفضل ما أقعد نص ساعة وأرجع نام فعلا بتلخبط الميزان تبع النوم كله طول الليل الأفضل أني روح أعمل شيء وأرجع أخذ قيلولة بوقت القيلولة بتقوم بتصير مفيدة ومريحة الظهر يعني قيلولة وقتها إمتى 12 الظهر النظام الطبيعي لأنه يعتبر أنه نحن بشر عايشين بالطبيعة الظهر بيكون كتير الحرارة قوية فبيروحوا بياخذوا قيلوله لتخف تكسر الشمس هي اصل القيلوله نطلع من المكتب ناخذ قيلوله ساعه أيوة. بس هلا الناس قاعدين ما عم بيشوفوا شمس اولا فهي صحيحه عرفتي من هالمنطلق لذلك الافضل انه يعني انه يصحى ويرجع ينام هل تقطع احيانا مزعج وهذا اللي بيصير برمضان اي صح عرفتي انا نرجع لشهر الفضيل لانه شو بيصير انه مثلا اذا انا رحت نمت لنفرض 12 ورديت صحيت الساعه 3 لتسحر وصلي الفجر وارجع نام هون هي اللخبطه بتصير بس انا يعني لقيت من خلال خبرتي كل هالسنوات انه لو ناموا لو 3 ساعات بسواد الليل وقام قعد سواد الليل من كم لكم هلا سواد الليل هو سواد الليل الطبيعي بجوز ترتعبوا لانه سواد الليل الطبيعي هو مثلا لما بتصير الدنيا سودا يعني 10 بالليل هو سواد ليل لستة الصبح يعني احنا بيقولوا لي انا عم نام الساعه 12 هو بنظام الطبيعه اللي الله خلق 12 متاخر لذلك يعني اوروبا بيطفوا الضوء الساعه 7 8 يعني كانه حضرتك بتقول لنا انه بصفه عامه سواء في رمضان او غير رمضان يفترض ان احنا نكون الساعه 10 في السرير 10 11 طبعا لازم نكون نايمين ونكون نصحى 6 الصبح مع طلوع الشمس وهذه هي الحقيقه اللي جسمنا ماشي عليها في ناس اذا كسرناها بيتعبوا بطول السنه بتلاقيهم تعبانين بس بيجي بشهر رمضان بيتعب اكثر في ناس حقيقه ميزانهم اكثر مرونه فبيتحملوا فما بيشعروا عرفت يعني هن الأقلية اللي كتير بيتعبوا أنا ما عم بحكي بشكل عام بس أنا عم أحكي على الطبيعي لأني أنا طبيبة يعني عرفتي عم طلع لازم أحكي الطبيعي ولازم أقول إنه يعني إنه موضوع النوم هو أهميته إنه فعلا بآخر شهر رمضان يعني لنفرض واحد عنده شوية مرض قلب شوية ضغط شوية ميل للتخثر بالدم يعني عنده أي مشكلة على طرفه يعني عنده شوية اكتئاب بالأصل بتجي بتنكسر بعد شهر رمضان بيتعبوا عرفتي بيجوا بيتعبوا الناس لانه انتم تفضلتوا انه اضطراب النوم فعلا بياثر على بخربط الجسم كله حتى عمل الكليه يعني افراغ المثاني للماده البول الكبد الخمائر الهاضمه حركه الكولون الامعاء طبعا سكر الدم فكر يحلي ذكرتيني كثير مهم الانتباه والتركيز وهكذا يعني يعني انا بتذكر لما كنا صغار بسوريا كنا نحن بالأصل يعني ضل حياتنا طبيعية يعني المدرسة الساعة 7 الصبح ونروح ونرجع نتغدى ناكل على المغرب طبعا ونقعد شوي نفيق بصلاة الصبح كنا نعمل امتحاناتنا كلها برمضان وتطلع علاماتنا ممتازة يعني ما كنا نتضايق بس كان ما في ميديا ليل نهار ما في حياة ليلية قوية لهالدرجة حبيت يعني هذه إذا تقول لك بالآخر أنه الصيانة لازم تصير من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 6 الصبح وهو الدكتور مالتك يعني إذا ما رحت سويت هذه الصيانة راح تمرض نفسك وراح تتبهذل بعدين بالمستقبل طب دكتورة أنت برمضان شو نقدر نقول الأنسب طريقة الواحد يقدر ينظم توقيت نومه هل لازم ينام الساعة 10 بالليل يصحى قبل صلاة الفجر حتى يتسحر وبعدين يرجع يكمل نومته أو أنت كدكتورة وعارفة الفوائد والضرر شلون تنظمين حياتك بشهر رمضان من خلال النوم
هلا شوفي عزيزتي، طبعا بالنسبه للاطفال لازم يناموا حتى لو عم يصوموا، يعني تحت 14 سنه 15 سنه لازم يناموا 5 ساعات بسواد الليل، واهلهم يصحوهم، هذا اجباري صراحه لانه عندهم دراسه وامتحانات وفي توتر ثاني غير الحياه العمليه، مرونتهم اقل شوي. بالنسبه للناس الكبار برجع بقول يعني 3 4 ساعات اقل شيء بالليل، يعني لازم ينام مثلا من 12 للساعه 3 4، انا هيك بعتبر انه روحوا ناموا ورجعوا اصحوا، عرفتي ليش؟ لانه يعني الجسم بيعتبر حاله انه ما نام ابدا بالليل، انت بدك تخيلي انه كل الهرمونات الغده الدرقيه بتتخربط، الغده النخاميه بتتخربط، هاي مشكله كبيره، المحور العصبي. فباخر رمضان بتلاقي الناس طالع خلقهم، هن الناس بيفتكروا من الصيام لا ما اضطراب النوم، من احنا من اولى انه ماشيين بالطريق عم يتقاتلوا، عم اذا واحد وقف بوشه ويخانقه هذا بدفشه هذا، صح ولا لا؟ صحيح، لانه بيكون خلقهم ضيق صار، خفت مرونتهم العصبيه. يعني اللي أنا فهمته من حضرتك يا أهل الصيام الكرام، حضراتكم عندكم من الساعة 10-11 بالليل لغاية الساعة 6-7 الصبح، الفترة دي لازم تنام لك فيها 3-4-5 ساعات على الأقل، ياريت بقى تنام 8 ساعات، يعني مثلا تصحى لو هتتسحر مثلا نص ساعة وترجع تكمل يعني، لكن الرسالة إنه مخك محتاج في الفترة دي إنه يشتغل على جسمك من جوه والهرمونات بقى اللي المفروض تفرز ولا اخره. عشان كده دكتور منال الفحام ادتنا نصيحه في الجون، ارجو ان حضراتكم تلتزموا بيها. دكتور منال كل الشكر لحضرتك وسعداء بان حضرتك كنت معانا. شكرا. بس دكتور منال قبل ما نختم عندي فضول، لما الدكتور يصير عنده اضطراب بالنوم، تعرف الدكاترة أونكول بالمستشفى يروحون هم أقل ترى، أنتوا باب النجار مخلع يعني هذا المثل يركب عليكم، أنتوا اللي تظلون ومسخرين حياتكم وما تنامون الليل وتروحون بمستشفيات، بالله الدكتور شو يسوي؟ شوفي حقيقة أنا حاجاوبك بكل صدق وأمان، أنا نفسي كنت فعلا أقعد أسهر وأنا برد على التليفون تبع المرضى دائما ليل نهار وكنت أعمل هيك، وفجأة قررت أنه لازم أغير هالموضوع، لأنه يعني أنا بضل بقول للناس صدقيني حياتي كلها تغيرت، حسيت أنا نفسي جسمي أريح، مزاجي أريح، صرت دائما أقدر أبتسم من قلبي، يعني ما عم بتصنع شيء، عرفتي عن جد لقيت فرق كتير كبير حقيقة، يعني ممتاز كتير مهم الموضوع سمعناها من الدكتورة.